السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في نهار جديد. تحية جديدة متابعينا الكرام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو متابعينا داخل وخارج أرض الوطن، كذلك متابعينا من الوطن العربي الوافدون جدد، شكرا لكم بزاف على التحاقكم بقناة والثقة ديالكم في هذه القناة. وما تنساوش كذلك قبل ما نبداو في تفاصيل هذا الفيديو انكم تشتركوا في القناة، تبارطاجوا القناة، اللايكات ديالكم، دعمونا كذلك بالتعاليق، كثروا التعاليق، وشكرا لكم على الدعم ديالكم السابق ولا مشروط، وكذلك تفرجوا في الفيديو حتى الاخير. قبل ما ندخل في الموضوع الخوت، باش نوضح مجموعة من الامور، نوضح مجموعة من الاشياء. الحمد لله معروف علينا اننا ما تنجبدوش من جنابة، ما تجيناش اخبار من الوطا، دائما متجينا خبر ناقص كنحاولوا اننا نسولوا عليه، طبعا باش المتابع تكون الامور واضحه عنده. فقط بغيت بين قوسين نوضح بعض النقاط، لان كاينين بزاف ديال المتابعين ما غاديش نسميكم، رغم ان نتوما وليتوا معروفين الان في التعاليق ديال ولاد شحيبر، ما غاديش نسميكم، تجيو تتسبوني وتتكتبوا لي تعاليق، وسبحان الله تكررون التعاليق في جميع الفيديوهات. كاين اللي تيقول لك علاش كتهضر في الموضوع ديال بوكريشه ولا اسره مغربيه بصفه عامه، او علاش كتدافع على لبنى، وكل واحد شنو كيقول، مع العلم ان الطرف الاخر اللي كتناصروه ناموسه او اولاد شحيبر، هناك كذلك قنوات رجاليه كتهضر في هذا الموضوع، كتدافع على ما بغات، كتناقش داك الشيء اللي بغات، وما كتكتبوش لهم في التعاليق. ما عرفتش يعني واش محدد في اليوتيوب انه منين تكون واحد المراه انه ما يدافع عليها حتى شي واحد. انا عندي واحد القناعه ان واحد السيده مظلومه كما دافعت على الحسنيه ايام القضيه ديال الحسنيه وسعاد البريقي، كذلك دفعنا على سعاد البريقي ملي حطوتي عليها بزاف ديال الاشاعات وبزاف ديال الباطل. نتوما وصلت بكم الدرجه تقولوا ان جمال رافع شكايه ديال، نتوما ولاد شحيبر قلتوا جمال رافع شكايه ديال الخيانه الزوجيه على سعاد البريقي، فين هي هاد الشكايه؟ اتحداكم فين هي هاد الشكايه؟ يعني ما خليتو ما قلتو، فانا تندافع على ما بغيت. اي واحد دافعت على مريم بنت البداويه انها في السجن وعندها واحد الطفل صغير، من حقي ندافع على لبنى. انا الى زفزفت لي دماغي بغيت ندافع على الناموسه غندافع عليها. دافعت على سميره، علاش ملي كنت كندافع على سميره فين كنتو؟ ملي كانت سميره زوينه وكانت سميره انا داك قبل ما تكتشف مجموعه من الحقائق، فين كنتو نتوما ديك الساعه؟ علاش كتقولوا دائما انت السرباي ما خصكش تدافع؟ حيت انا كنضركم، حيت انا واقف لكم في الحلوق، حيت انا كنسالي معاكم، حيت انا تنفرش القنوات اللي نتوما كتناصروهم. انا الحمد لله اناقش الموضوع من منظوري، ندافع على لبنى، ندافع على البدويه، ندافع على كريطه، ماشي سوق حتى شي واحد، نهضر في الموضوع اللي بغيت. انا لا افرض على احد انه يدخل لقناتي، على الاقل انا راه كندافع وكننتقد بكل احترام وادب، ما كنسب، ما كنقذف، ما كنشتم. انا ما فهمتكمش، ما فهمتش هاد الهجوم والتعاليق. شوف هادشي راه ماشي تيضرني، انا غير كنوضح لكم، اي واحد تسول ليه نفسه يجي يكتب لي تعليق راه ما غنجاوبكش ابو زبال، راه ما غنجاوبكش، انا ما مساليش ليك، الصلاه على النبي. الان غادي ندوزو للموضوع ديالنا الرئيسي الخوت، وغادي نهضروا في جوج مواضيع في هاد الفيديو، تابعوا معنا حتى الاخير ان شاء الله، وما تنساوش لايكات كما قلت لكم. بالنسبه للموضوع ديال لبنى الخوت، كانت شوشاره، قال لك سيدي الناس مازال حنا الله عيدنا الاربع الخميس عطلة الجمعة، عطلة الجمعة كيخرجوا لنا كيقول لك سيدي انه استدعاء لبنى اولا قال لك استدعاء، قال لك عند التقديم يوم الاثنين حقه ما حقه على قبل زنوبة على قبل تدخل الجمعيات. البارحة فعلا تم الاتصال بلبنى، ولكن الخوت هاد الناس راه تيجيبوا لكم اخبار ملاوطة، ماشي على قبل انه جمعيات اولا شكاية اولا شيء من هذا القبيل. انتم كما تعرفون الجلسة ديال زين المحارم بقات لها 10 ايام بالضبط، 26 في هذا الشهر، في شهر 4. طبعا كلكم عارفين المعطيات اللي دازت في الجلسه السابقه، على اساس انه حقه خصو يحضروا، وكذلك المطالب ديال الطرف الاخر، اقول واعيد، المطالب ديال الطرف الاخر انه لابد احضار الشهود، مع العلم هما اللي حاطين الشهود وتيقولوا للمحكمه خصكم احضار الشهود بالقوه. ما علينا، بغيت نقول لكم واحد الكلمه ولكن
واحد النكتة تنقولوها، ولكن ماشي مشكل، نخليوها شي لايف أحسن. إحضار الشهود بالقوة من بعد ما داروا جميع الحلول. أنتم كتعرفوا وهذا جواب لهذوك اللي تيقول لك ما تهدرش في هذا الموضوع. أنتم كتعرفوا أننا احنا ما حطينا باطل على الشهيدة مجدة عليها مذكرة بحث، ما قلنا يسرى دايرة شكاية بالأم وحطينا الباطل، ما قلنا أن لبنى استدعاء من طرف الولاية أو للتقديم عندها مع الجمعية وزنوبة، لأن أنتم بكل صراحة قبل ما ندخل في التفاصيل والجلسة السابقة انكم الفشل ديالكم من بعد ما كنتوا كتقيدوا الناموسة دير شكايات من اجل انكم تعوضوا الخسارة ديال زين المحارم، لاصبحتم واثقين ان غتكون البراءة وتمهدون للمتابعين انه ما تنتظروش شي حاجة، بل ان حتى في التعاليق المتابعين ديالكم اصبحوا مؤمنين على ان زين المحارم مفروغ منها، كاين لا دليل لهم يحزنون، غير الهضره الخاوية عبارة عن شكوك. انا ما عمري شفت انسان عنده شكوك غادي يمشي غايدير هذا الشيء كامل. زائد انكم فعلا لو كنتم مؤمنين 100% لطلبتم من الام ان تطلق من واحد السيد اللي هي كتهمه وكتقول عليه انه بيدوفيلي وانه زنى مع بنتها وكذا، فهي مازال متزوجه. غير هذا يبين على انه اضافه الى الدل ومذلولة هاد السيدة، انتم مذلولين تابعينها من الفوق، فانه هاد السيدة غير مقتنعة وغير مسكينة بغات تصفي الحسابات، ويبقى الهدف هو ان لبنى تمشي معها تمشي في حالها، ولكن فعلا لبنى لاصقة ما كاينش تمشي. السيدة الوقت اللي خاص ان انت الناموسة تكوني مع راجلك هي كانت مع، لان بحكم عندك 4 الوليدات معه، هي اللي بقات واقفة، هي اللي عمرت شكايات على قبله. انتم كلكم غتعرفوا طلعوا الهبوط، خلصت المحامون من اجل حتى زين المحارم، خلصت المحامون على قبل راجلها، لان بزاف الناس يكتبوا يسرى، فعلا يسرى خصها تخلص لان عندها واحد المدخول، خصها انها تعاون عندها واحد المدخول، ولكن حتى ان لبنين دارت هذا الشيء فهي تتبين على انها بنت الاصول. وخا تيقول لك الشيطان على احبابها، الشيطان على احبابها هي اللي عندها احباب فاس، وتا واحد ما تيهضر معاها، الشيطان على احبابها تا واحد ما تيجي معاها، فهمتوا؟ نهار التقديمات تا واحد، وانا كنت حاضر من الناس اللي كنت حاضر مرارا وتكرارا في التقديمات، تا واحد، لا عائلتها لا خوها لا امها لا باها لا ولادها لا لا اختها لا، لهنا تنبين هذه هي الشيطان على احبابها، هذه اللي كتبراو منها احبابها. اما الاحباب ديال لبنى ما كاينينش الخوت في اليوتيوب باش اننا حنا غادي نحكموا عليهم، ما كاينينش في اليوتيوب، ما تيبانوش، ما عندهم قناه، ما عندهم سمعتي. زائد السخط راه الناموسة مسخوط والديها، وخير دليلها العواش تردازو. شفتوا هاد الناموسة دارت شي فيديو مع والديها؟ شفتوا هاد الناموسة مشات عند والديها دارت لكم شي فيديو حطات لكم شي صوره؟ إذا شكون المسخوط؟ ما علينا الخوت، مع اقتراب هذا جواب لكم فقط، مع اقتراب زين المحارم قتلها 10 ايام 26، انتم كتعرفوا الجلسه السابقه كانت مطالب باحضار الشهود بالقوه وكذا، وما يمكنش الميت يدوز بلا شهود، وانتم اللي كتحطوا الشهود وهما ما باغيينش، علاش كتحطوهم؟ انتم كتحطوا ناس اللي كتبغيوهم يشهدوا الزور، علاش كتحطيهم الناموسة؟ لأن موسى غير تابعة، خرجوا عليك خير دليل. أنا عرفتك أنك بديتي كتعيقي، وخصوصا من بعد ما خبيتي عليهم الخروج ديال بنتك وعيدت معاك وكذا، مزيان دابا أنا معاك في هذا الشيء، خبي على هذوك الناس لأنهم غيديوك غير التهلكة، هذوك كيخدموا بك في اليوتيوب، كاين اللي عنده مصلحة مادية أخرى، أنت فاهمة وأنا فاهم، والناس اللي كيتفرجوا راه غيفهموا، وانت هي كتاكلي العصا وما كايناش في هذا العالم هبيله، وقالوا لها صغرتي زيدي غادي نديروا شكايات بلبنى، شكايات تجارة البشر مشات فيها، الى دابا زين المحارم ما كايناش وغالبا غتكون البراءه، لانه ما عندكش ادله ولان الشهود ما بغاوش يجيو، واش غنديروا لهم من بعد ما خلعوهم؟ ما خلاو، ما داروا جميع الوسائل الخبيثه داروها مع الشهود، حتى سمير عطاوها العصا، خصها تجي تشهدي صحة فعلا، رغم أن سميرة عندها واحد التعقيب أنه هي اللي مشات شهدت عند قاضي التحقيق. الآن الناس ولاو مؤمنين أن زين المحارم ما كاين والو، إذا لبنى غادي نشوف، حلا أن هي عارفة الغيرة اللي داخل ديال هذيك الناموسة، ما غتبردها غير أن لبنى تمشي للحبس أو لا يوقع عليها شي حاجة، حقيقة باش نكونوا واقعيين، وهما عارفين هادشي وكيضحكوا على السيده. السيده بدات كتعيق، ما عرفتش شكون اللي كيوريها، شكون اللي بدا كيفيقها، اولا هي بدات كتفيق، لان اصعب حاجه هي تضرب الانسان في بزطامو،
فهمتي 40 مليون راه كون شريتيها غير شي دار لشي واحد ولا شي واحد ما عندوش مسكين فين يسكن، كره ديتي الاجره وديها الناموسة. المهم ما علينا الخوت. فطبعا قالوا لكم يعني في العطله ديال العيد انه استدعاء الجمعيه كذا، وكيوهموا الناس ان لبنى عندها تقديم. كل واحد شنو كيقول، كتخرج لينا اليوم مخنونه هي هاد المخنونه كتقول على لبنى الهاربه من الحلال الى من الحرام الى الحلال. مزيان ان الانسان يهرب من الحرام الى الحلال، هذا راه هذه راه ايجابيه. ما بقي يعني هذه ايجابيه، ما فهمتش زعما شنو معنيتها. زعما هذا انتقاد، دابا هذا انتقاد الهاربه من الحلال الى الحرام، من الحرام الى الحلال. راه زوينه ان الانسان زعما على اساس نتوما تتصليو على هضره السبع على اساس ان حتى واحد ما كيغلط، رغم ان هنا لا اكيد شيء على لبنى، فقط كنبين الناس الهاربه من الحرام الى الحلال. قال لك بغيت نهضر ولكن حشمت، لان لو كانت هذه المدينه كتهضر انت هي اللي كتقولي ديك الهضره غادي تفضحك هذه المدينه هذه، خبار في راسك. ما عليناش، قلت لك سيدي انه دازت البارح لبنى من 9 ديال الصباح حتى ل 3 د العشيه هي في ولايه الامن. خوت ما كاينش هادشي، فعلا كان اتصال من ولايه الامن. سمعوا مزيان شنو غادي نقول، كان اتصال من ولايه الامن ان لبنى تحضر قبل 26 في الشهر باش تاخذ الاستدعاء ديالها اللي غتحضر بها كشاهده في زين المحارم. وهذا الشيء ماشي غير على لبنى، يشمل سميره ويشمل الشهيده المجدة ويشمل الجاره. اذا هذا الشيء اللي كاين الخوت، ما كاين لا جمعيه ولا هم يحزنون. اي واحد كيقول لك انه لبنى كذا دارت خصها الجمعيه، انتم وليتوا كتستعملوا الجمعيه باش تفشوا الغليل ديالكم، وليتوا كتقنطروا الجمعيات من بعد ما فشلتوا نتوما ولا تشحيبر في جميع الشكايات ديالكم، خرجت لكم فالصو. حتى ان الناموسه الان ولات كتضربكم بمقالي، ما بقاتش نتوما كتقولوها في فمكم، كتطلع لكم فيو ما كتجاوبكمش في التليفون. كنتوا كتعيطوا ليها في 3 الصباح 4 2 كنتوا ان كتلقاوها واجده ملي كانت مازال كيما كيقولوا مضروبه فردي خاوي. الان عاقت بكم، ربما شروط بينها وبين بنتها انها تبعد عليكم. طبعا راه شريت تليفون جديد لبنتها ونمره جديده، ولكن رغم ذلك راه ميمكنش تحرمي بنتك من اختها ومن العائله ديالها، هذا الشيء طبيعي. فبدات كتفهم. اذا خوت هذا مكان ما كاين لا استدعاء لا لبنى حق الجمعيات لا كذا، لهم يحزنون. الجمعيات راه ماشي غير مساليين باش انهم يجيو بقا يصفوا حسابات في اليوتيوب، باش نكونوا واقعيين الى حدود الان اي كلام تيقال على الاستدعاءات راه ما كاينش. كاين استدعاء وعاد البارح وصلوا، حنا راه شوف داكشي كيكون كنقولوه لكم، ماشي كنخرجوا نقول لكم استدعاء للتحقيق حق معروضه. فين معروضه؟ فين اودي مخنونه من 9 حتى 3 د العشيه؟ السيده عيطوا لها في التليفون اجي دي الاستدعاء ديالك اللي غتحضري بها في زين المحارم. زين المحارم اللي دارت لكم، شوف شنو نقول لكم، قريبا غادي تسطاو ان شاء الله يا رب العالمين. فهاد الشيء اللي كاين الخوت، هذا مكان، وهذه الاستدعاءات يشملون الجميع، كاع الشهود غادي يكون حاضرين ان شاء الله، وانا كذلك ساكون حاضر لنقل البث المباشر او الاحداث مباشره من مدينه فاس ان شاء الله. فهذا مكان. المهم الخوت، كاين غير يعني ان هذه الاستدعاءات ماشي استدعاء زعما باش يحقوا او لا عادي، استدعاء عادي خص تحضر النهار كذا، رغم ان الشهيده مجده ولبنى دائما كيحضروا. دابا شوف سيروا بينكم وبين سميره وبينكم وبين الجارة، وثاني خرجوا قولوا للناس الجارة ما حضراتش، تحولات ما نعرف فينا هي. شوف أرى ما تطولوا وضربوا البزطام ديال الناموسة، ضربوه مزيان. لما كفاكمش 43 تخسر 50 ماشي مشكل، بحال 43 وبحال 50 الله يرزق غير شي حنة. ما علينا، غادي ندوزو في هذا الفيديو نهضروا على موضوع اخر ديال ناتاشا اللي كلكم عارفين يعني المشكل اللي وقع لها مع بنات البدويه، الباطل اللي حطت على نعيمه البدويه انها كانت حاضره تم تبرئتها. كذلك عارفين انه الان القضيه مشات الى الجنايات. هاد السيده ما فهمتهاش، تطيح باطل كذلك مره اخرى على حميد راجل مريم.
فناتاشا اللي كانت كتقول انها مظلومه وبزاف ديال الامور وانها تبدل المحتوى وانهم مظلومين وكذا، الان كنشوفوا كتعاود مره اخرى ديال الفتنه ما بين حميد وخواتاتو، على اساس ان خواتاتو قالوا لهم ان حميد قال لهم راه مريم هي اللي ظلماتهم، هي اللي سباتهم، هي دارت لهم. كتخرج خديجه وناديه خوت مريم يعني وكيفرشوها وكيبرقوها. انا عارف ان زرويل هرب عليكم، وعرفتوا ان زرويل الان هو الله يفك غير راسو من بعد ما عطاكم وعود، من بعد ما شفت انتم غيوقع لكم نفس الشيء، غادي تخسروا بزاف، معولين على التعويضات غادي تخسروا بزاف. انا نقول لكم كنتوا عوالين على المحسنين، وزرويل غيقف معاكم، غيدير لكم لايفات، غادي يجمع لكم، غيدير لكم يعني هذا الشيء. قلنا لكم الخوت ان هاد الناس كذابه، ان هاد السيده ما باغا لا حقها لهم يحزنون، هاد السيده تبحث على المعاطيه، وانتم كتشوفوا الان كتراد مع الناس، مره تقول الناس شهدوا، مره تقول اندازت الحميد، حميد راه ما غاديش يجاوبك، هذاك السيد لا عمرها دار. كيف يعقل ان حميد هضر في مرتو؟ انا كنت من الناس اللي كنحضر وانت شتيني يا ناطاشا مرارا وتكرارا، واحد المره في المحكمه بقيتي كتقولي لبنتك الصغيره تضحكي، تشوفي فيا وكتضحكي وكتنعتي بيدك، وانا ما تسوقتش لك زدت وخليتك. فباز لك عندك الوجه انك تضحكي، باز لك والله. فهي كتخرج الخوت الان، رجعتها للمعاطيه، صافي برات، ما بقى لا صبع، ما بقى لا هي مظلومه لهم يحزنون، رجعتها للمعاطيه. منين يجاوبوها الناس تقول لهم لا. شنو نقول لك واحد القضيه شتي باش نجيك من الاخر، والله شتي انت نهار الاول منين شفت الفيديوهات ديال كيفاش تضربي في الشرف ديال بنات البدويه وما داروا لك والو، وطبيعي انهم غادي يغلطوا غادي يديروا شي حاجه ردت فعل ملي غيشوفوك، راه عادي، لان انت ملي كدير فيديوهات ما كتسميهمش، اللي مشاو دعاوك حقا راه ما كنسميش، ماشي عليهم، انا ما كنهضرش عليهم. اذا الانسان ملي كيصافي كتبقى فيه الفقصه يقدر يدير شرعي الدو، هاد الشيء ما وقع. انت هي الظالمه، انت ظالمه وانت باغا تسعاي وما عندك محتوى، تهبط لكم المشاهده كترجعوا الان طيحوا الباطل. خواتت حميد هما فرشوك، طلبتي الشهاده هما شهدوا فرشوك، قالوا لك راه خونا ما يمكنش يكون هبيل يهضر في مرتو. انا تلاقيت مع مريم عند نعيمه البدويه، تطبدي على حاضره ان السيد مشينا للقهوات يهضر على مرتو غيب. شوف حتى الناس يكتبوا في التعاليق مريم مات مريم علاش درتي كذا، تيهضر على مرتو غيب الزوين، اقسم بالله تيقول لك راه مريم مرا حنينه تاكلها بحويجها وكذا، والله عمرها دار، وبكى قدام، ماشي مره ماشي جوج، كيبكي قدام المحكمه، كيفاش غادي يهضر في مرتو؟ هذاك السيد بقى لك غير هو انك تجبديه. انا تنقول لك شنو كاين، انت يا طاحت لك المشاهده فالمتابع اليوم ولا تشحبر، ياك انتو كتدافعوا عليه ملي كان زرويل كيمشي عندهم وكيقول لكم لا راه كذا، هاد الناس باغين يسعوا وباغين يتاجروا بالقضيه ديالهم. ها هي رجعت الى الان الى المعاطيه، فينا هو المحتوى؟ فينا هو انهم مظلومين؟ فينا كوزان؟ واش دمرتك يا صاحبي؟ شد مرتك عليا وكوزان؟ فينا يا الرجوله؟ حنا عندنا عيالات ما كنخرجوهمش يا صاحبي اليوتيوب، لا ما خرجوهمش يتعاطاو يديروا محتوى ديالهم، ما عندهمش ما عارفينش يمشيو يتكمشوا. مالك يا صاحبي؟ طاحت لك المشاهده، طاحت لك المشاهده، انت تعطي الطوموبيل وتخرج دابا ثاني بحال الاول، كنت كتعطي الطوموبيل كتضرب في الشرف، هي دابا كتضرب في الشرف، يشد شي واحد يسلخها، حيت راه بنادم راه واده راه يقدر يغلط في اي لحظه، الخطا خطأ وارد. تخرج ثاني خوتي المغاربه ويني ويدير، واش هاد مرتك يا صاحبي؟ راه الضرب ديال اللسان اقوى من الضرب ديال الواقع، ضرب الانسان في الشرف ديالو وتخرجي طيحي الباطل، ها هما برقوك. شنو نقول لكم واحد القضيه، انا اشوف انا عارفكم كاملين، فشنو غادي نقول لكم، كل واحد عارفكم شنو كيتسواو تما. انا تلاقيت معاكم وشركت معاكم الطعام، انت ما عمري تلاقيت معاكم، ما عمرني نتلاقى معاك، واخا تصالحي كاع مع خوتك، لان شوف الانسان اللي كيكون بخير وعلى خير وما كيدخل السوق راسو فاكيد ينتظر ان ربي غيجيبها ليه، وهذا الشيء اللي وقع لك. انت يا ما رحمتيش حتى بنت اختك، رغم انه انت بغيتي وسال الامر، ها انت رجعتي للنفس، رجعت حليمه لعادتها القديمه، تخرجي تقولي لهم لا حقه ما حقه راه مظلومه انا حقه صبعين كذا، وسير تكمشي دابا، سير ديري المحتوى ديالك انت وبناتك، راه عندك راجل راكي شارفه راكي جده، حشمي على عرادك باش الناس يعرفوا انك مظلومه. هاد ولاد الشحيبر اللي غير تابعين الجلاله بن نافخ ها هما الان ها هما، يلا سيروا هجموا عليها، قول لها سير تكمشي، بقى لك غير حميد، ونقولوا هاد حميد، هاد حميد راه ما قاسك ما ضربك ما والو، هو بعدي على السيد، ها خواتاتو برقوك وطلبتي الشهاده، ها هما برقوك،
لا حول ولا قوه الا بالله، الله يهدي ما خلق. المهم هذا ما كان في هذا الفيديو الاخوت، تحياتي لكم، نتمنى تعطونا اللايكات والبارطاج والاشتراك. دمتم في رعايه الله.